السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم مع درس جديد من مادة الرياضيات. الدرس بعنوان اختبار الفصل الثاني لمادة الرياضيات الفصل الدراسي الأول، طلاب مدارس دار الثقافة الأهلية. لدي هنا يا أبطال خط الأعداد، أعد تصاعديا لأجد ناتج الجمع مستعملا خط الأعداد. 8 زائد 2، أقف عند 8 وأقفز 2، بعد 8 9 10، هنا 10 يا أبطال. ماذا حدث هنا؟ هنا الإبدال، تمت عملية الإبدال. 8 زائد 2 10، 2 زائد 8 10، الإبدال لا يغير الناتج. 4 زائد 3 كم يا أبطال؟ 7، إذن 3 زائد 4 أيضا 7. 9 زائد 1 10، 1 زائد 9 10، الإبدال في الأعداد لا يغير الناتج. 9 زائد 5، تستطيع أن تستخدم أصابع يدك أو تستطيع أن تستخدم خط الأعداد. هنا 9، أقفز 5 أعداد، 5 أعداد، بعد 9 10، 11 12 13 14، هنا 14. 7 زائد 4، طالب يقول أضع 7 في ذهني و4 على يدي، بعد 7 8 9 10 11 هكذا. 6 زائد 5، أسمع هناك من يقول 5 زائد 5 10، أحسنت، والستة تزيد بواحد وضيفه على 10 يصبح الناتج كم؟ 11. أجمع ثم أحوط حقائق جمع العدد ونفسه. 2 زائد 3 كم يا أبطال؟ أحسنتم، 5. 1 زائد 2 3. 7 زائد 7 14. هنا يا أبطال جمع العدد ونفسه، أقوم بتحويطها. 7 زائد 6 13. 6 زائد 6 12، جمع العدد مع نفسي وحوطه. 5 زائد 4 9، 4 زائد 5 9، 9 زائد 8، طالب يقول أسحب واحد من الثمانية أضيفه لتسعة تصبح 10، هنا تصبح 7، 10 زائد 7 17، 0 زائد 0 0. هنا يا أبطال 7 زائد 6 13، 8 زائد 7 15، 9 زائد 3 12. ننتقل إلى جزء جمع ثلاثة أعداد. 2 زائد 8 زائد 4، 2 مع 8 10، هنا إكمال العشرة 10 زائد 4 كم يا أبطال؟ 14. السؤال رقم 20، 5 1 5، أسهل شيء عندي، 5 و 5 كم هنا؟ 10. شايفين يا أبطال؟ نحل زي ما هو موجود بالضبط، إن أنا أحوط هنا وأسحب في دائرة منفصلة هنا. 5 و 5 10، لا تضع هنا 10، لأن هنا الناتج النهائي فقط، نضعها هنا. 10 و 1 11. 6 زائد 4 زائد 6، طبعا 6 و 4 10، 10 و 6 16. 7 8 3، أخذ 7 مع 3 عشان تكون 10، 10 و 8 18. هنا الشكل الرأسي، 5 مع 5 10، باقي 3 حطها مع 10 تصبح 13. 1 6 4، الأسهل 6 مع 4 تكون 10، حط نضعها في الجنب يا أبطال، انتبه. 1 مع 10 11، 3 9 1 9 1 10 مع 3 13، 8 8 1 8 مع 8 16 هكذا، انتبه، نضعها في الجنب هنا
مع 1 7 10. يلعب رائد وكمال وطلال بالكرات، فإذا رمى رائد 5 كرات إلى كمال، ثم رمى رائد 5 كرات أيضا إلى طلال، وبقي معه 6 كرات، فكم كرة كانت مع رائد في البداية؟ هنا رمى 5، ثم رمى 5، وبقي معه 6، إذن 5 + 5 + 6، طبعا 5 + 5 = 10، + 6 = 16، هكذا. السؤال التالي: حفظت سلمى 3 سور من القرآن الكريم في الشهر الأول، ثم حفظت 4 سور أخرى في الشهر الثاني، كم سورة من القرآن حفظت سلمى؟ 3 + 4 = 7 سور.